الحلقة 13 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في سورة عبسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما موضوعات سورة عبسة؟ سورة عبسة بتتحدث عن موضوعين، مشكلة والموضوع التاني حلها. إيه المشكلة؟ مشكلة عتاب النبي وتقرير مبدأ أن الخاشعين والتجاوز عنهم سبب النصر. الموضوع التاني حل هذه المشكلة بإيجاد الخاشعين وإصلاح العبادة بثلاث وسائل. ثلاث وسائل نربي عليهم المسلمين، كل واحد يربي نفسه ويربي غيره، فيبقى عندنا خاشعين فتنحل المشكلة ويأتي النصر. طيب، عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ من أول رقم واحد لحد عشرة، أول عشر آيات. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وبعد كده الوسائل الثلاثة التي نربي عليها الخاشعين، أول حاجة تدبر القرآن من اول 12 لحد من اول ايه 11 لحد الايه 15، من اول فمن شاء ذكره في صحف مطهره مرفوعات مكرمه مرفوعات مطهره بايدي سفره كرام برا. الوسيله الثانيه استحضار الادله الثلاثه على البعث والنشور، خلق الانسان، خلق الكون، انبات النبات. خلق الإنسان بيبدأ من الآية 17، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. خلق الكون بيبدأ من قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا. خلق إنبات النبات بيبدأ من آية 27 لآية 31، يبقى خلق الكون من 24 ل 26، خلق انبات النبات من 27 ل 31، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. وبعدين الوسيله الثالثه لبناء الخاشعين تذكيرهم وتربيتهم على مشهد الحساب والنتيجته. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، من أول آية 33 للآية 41. طيب، إيه سبب نزول الآيات دي؟ إن رجل مكي قرشي اسمه ابن مكتوم كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم بيأتي بخمس آيات يفهمهم كل يوم، وكانت الدعوة في محنة كبيرة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع عظماء قريش، وكان يتمنى ان واحد يوم يسلم لتقل التعذيب على المسلمين، والمسلمين يبدأوا يأكلوا ويشربوا، وخاصة ان كان في كمان حصار عليهم. طيب، عن عائشة قالت أنزلت عبسة وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني، فقال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين قالت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى ما بما أقول بأسا، فيقول لا. ففي هذه الآية أنزلت عبسة وتولى. طب ماذا فعل النبي؟ أما الرجل ده قاعد يناديه ويقطعه ويكلمه ويقول له عاوز الآيات بتاعت النهاردة، النبي ما قالهوش أنت أناني تبحث عن مصلحتك فقط، ما قالهوش أنت آثم لأن أنت بتعلي صوتك وتقطع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالهوش الكلام ده. النبي عبس يعني قطب وجهه يعني كشر وتولى، كمل كلام مع الناس اللي هم عاوزين. طيب، ماذا فعل الأعمى؟ الأعمى لم يأذيه عبس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، التكشيرة ما بزيتوش لأنه ما شافهاش، ولكن لاحظ ان هو فعلا الوقت غير مناسب وانصرف، وهو شاكر للنبي ان هو لم يلومه قدام الناس ويبين خطأه. طيب، ليه بقى ان ربنا عاتب النبي رغم ان النبي ما فعله لم ينبعث عن مصلحة ذاتية، انما لانقاذ دعوة مطاردة في مكة والمسلمون قلة، وكان لسان حالي انما هي الدعوة اولا واخيرا. تاني حاجة، ان النبي مفروض يأخذ جائزة احسن خلق لان رجل مخطئ والرسول لم يلوم. طيب، ليه بقى عاتب ربنا النبي رغم كل دوت؟ اولا
إن لأنه لأن النبي اعتقد مثل بقية البشر أن النصر بمن كثرت قوته وأمواله، وكان يعتقد يجب عليه اعتقاد أن النصر سبب من تزكى وخشع سواء معه مال أو لا، وسواء كان قويا أو لا. تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عوتب فيها إيه؟ إن ضاق وعبس لتقصير واحد خاشع، إنه ضاق وعبس لتقصير واحد، وكان يجب عليه الاهتمام به والعطف عليه والرفق به والتجاوز عن سقطاته وأخطائه وأنانيته وعلو صوته، رغم إن هو فقير ورغم إن هو أعمى ورغم إنه مخطئ. ده اللي اتعاتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ظن إن النصر مع القوة، وتاني حاجة إن هو لم يتجاوز عن الفقير عن الخواشع وضاق بخطأه، وضاق بخطأه. والصح إن الواحد يتجاوز عن الخاشعين ويوليهم الأهمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب إن هو يقعده ويقرأ له الآيات ويسيب التانيين قاعدين عادي جدا، هو ده الخشوع، ده هو البركة. عبس وتولى، عبس يعني قطب وجهه وأعرض وأكمل حديثه. عبس أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاء عبد الله بن أم مكتوم فقطع عما هو مشغول به من الدعوة مع أشرف قريش. وما يدريك لعله يزكى، يعني وما يدريك لعل الآيات التي كنت ستعلمه إياها تجعله يزكى أي يخشع، فتنتصر الأمة بخشوعه أعظم من نصرتها بأشرف مكة وأموالهم وأسلحتهم، أو يذكر فتنفعه الذكرى، ولو حتى فإن لم يقع منه تزكي حصل الاتعاظ بالموعظة فتنفعه بعد حين فيتزكى بعد حين، وبرضك الأمة تنتصر. خشع النهاردة الأمة هتنتصر النهاردة، خشع بكرة الأمة هتنتصر بكرة. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما من عد نفسه غنيا عنك وعن الإيمان بك فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ذنب إن لم يسلم ذلك المستغني عنك بشرفه وماله، لأن لك مهمة واحدة هي البلاغ. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما أنت منذر إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي وأما هذا الأعمى الذي يحث الخطى إليك بنفسه وقد وقر في قلبه الخوف من الله فأنت تنشغل عنه بهذا الكافر المظنون إسلامه، كلا، رضع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم أن يظن أن النصر بالقوة قبل الخشوع، ورضع للنبي ولكل مسلم أن يضيق ذرعا بأخطاء الخاشعين، يجب أن تتجاوز عن أخطاء الخاشعين، إنها تذكرة، هذه القصة تذكرة. طيب المبدأ دوت الخاشعين والتجاوز عنهم سبب النصر، هل جاء في سورة عبسة بس ولا تكرر في الآيات التانية؟ لا، ده تكرر في القرآن كله. طب إيه الأدلة التانية؟ قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خليك مع الناس العباد وملكش دعوة باللي معاهم فلوس، اللي غير عباد اللي أغفلنا قلبهم عن ذكرنا، وتقول لهم كلمتين: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نصرك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونزل في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين. إياك تطردهم عشان جالك ناس كبار، دول الأولى، اوعى تطردهم فتكون من الظالمين. وقال نوح عليه السلام في قصة نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك بشر إلا ما نراك قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إلى قوله وما أنا بطارد الذين أمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة أي خاشعين، فالنصر يأتي بالخشوع. فيوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أي وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيوم حنين ويوم بدر الاثنين مختلفين. وقال تعالى نجيناهم برحمة منا، فجميع الأنبياء بينجوا عند الاستيئاس وكمال العبودية وتأتي بالرحمة، والرحمة الخاشعين هم اللي بيجيبوها. وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله. طيب أثر بقى الآيات دي أما نزلت على المسلمين ومعاملتهم بعد كده، إيه اللي حصل؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، كان النبي إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه النبي. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم.